اهلا بكم، عاملين ايه؟ ربكم خير. معانا فيديو النهارده جديد واول شرح معانا على القناه، شرح كيفيه الكسب الاموال. اختار القناه دي بتقدم ايه، بتقدم محتوى ترفيهي زي ما احنا بنقول برده، بس ده اول شرح ممكن انا جاي اجيبه لكم عشان افيدكم. كنت عمال ادور عليه كده ونفع معايا. شرح بيعتمد كلها على الموقع ده، موقع ده اسمه كات ايرن. هقول لكم دلوقتي ده بيعمل ايه واهميته ايه والكلام ده كله. اول حاجه بتخشوا، اول حاجه الموقع ده عباره عن ايه، وصاحب الموقع اسمه ايه ومش اسمه ايه، جنسيته ايه. الموقع ده بتكسب منه الاموال. صاحب الموقع مصري زي ما احنا عارفين، بس المشكله في مشكله اللانجوج او اللغه بتاعته مش عربيه، مفيش عربيه، مش عارف ازاي مصري بس مفيش عربيه. مهم، كتر خيره بجد اللي هو عمل الموقع ده. عمل موقع مفيش لغه عربيه، في لغه انجليزيه متوفره حاليا. هو تواصل مع واحد انا عارفه، تواصل معاه وقال لي انا هنزل لغه عربيه قريبا جدا. مهم، الموقع ده زي ما انتم شايفين ده، دي الواجهه الرئيسيه بتاعه الموقع. هتدوس على كلمه كاريت اكاونت فوق، هتدوسوا عليها تسجلوا، تكتبوا يوزر نيم والايميل وتعملوا باسورد تاني وتكتبوا باسورد، بعد كده تكتبوا تاني كده تسجلوا عادي. هتلاقوا صفار زي ما انتم شايفين، صفر احمر مش عارف ايه، مجموعات الكليه اللي ربحوا كده، هتلاقوا صفار اول ايميل جديد. تكسب منه ازاي؟ تاخد، هتلاقي تخش على، هتلاقي الحاجات دي كلها على الصوره دي، هتلاقي كلمه اسمها ريفرنس، تدوسوا عليها هتلاقوا موقع. الموقع ده تعملوا له نسخ او تدوسوا عليه كذا مره على كده تعملوا نسخ وتنشروه في اي حته، على الفيسبوك، اليوتيوب، انستجرام، تويتر، سناب شات، اي حاجه من الحاجات دي. تقولوا له يا جماعه انا كسبت فلوس، تعملوا عنوان جذاب، تكتب مثلا والله انا سجلت الموقع ده وكسبت فلوس، او عملت كسبت، مش كذبه انتوا فعلا تكسبوا فلوس. واقول لكم ازاي تسجلوا في الموقع، تاخدوا الرابط اللي قلت لكم عليه وتنشروه على الفيسبوك، اي حد عنده ناس كتير هيجذبوا العنوان ده ويخش عليه. هيخش هيسجل طبعا، هيخش اول لما يجي يسجل في الكريت اكاونت كده، هيخش يسجل في الكريت اكاونت. بعد ما يسجل هتلاقي في الريفرنس اسامي الناس اللي سجلوا. يعني انا عندي اهو واحد اسمه مهاب سجل عندي اهو، وواحده اسمها تهاني، الاثنين دول سجلوا. المهم بعد ما سجلوا انا خدت فلوس، وخدت فلوس زي ما انتم شايفين اهو، خدت 3 دولار. هو خلصنا كده من الريفرنس وكل حاجه. هتدوسوا على هتدخلوا على كلمه ويد هارثي ولا اسمها ايه، المهم هعمل لكم عليها زوم وهعمل لكم عليها مربع كده احمر او مربع، هتدوسوا عليها هتلاقوا 3 خانات، خانه خانه خانه، هتلاقوا دي فيها صفر صفر صفر. بس انا عندي الخانه الاولانيه دي، ديت اللي فيها فلوس عليها علامه كاش او ورقه، هي ديت دي اللي فيها، دي الارباح اللي انا خدتها، يعني 3 سنت سواء شخصين او شخص، يعني حاجه رائعه. وكل 1000 مشاهده وعلى اقل 20 مسجل بتاخد كام؟ 5 دولار او 3 دولار على اظن، 5 دولار اظن. هتخشوا نشوفوا او 3 او 5 مش متاكد قوي يعني. المهم بعد كده كنا فين؟ الناس هيسجلوا، تسجلهم الموقع على الموقع على الفيسبوك، هيسجلوا بعد كده ايه، انت هما هيخش، اول لما هما يخشوا يسجلوا انت هتكسب فلوس وهيكون معاك فلوس، والناس هيقعدوا ونشوف في كذا صفحه على الفيسبوك مشهوره جدا، مثلا يعني ممثلين علي ربيع، احمد انور، شمس اسكندريه، اي حاجه اي موقع مشهوره جدا عندكم على الفيس، اكيد انتوا عاملين لايكات يعني على بيجات يعني على الفيس كبيره جدا، بيج محمد خالد، بيج عيلو، اي بيج تخش تكتبوا عليه، الناس هيخشوا هيسجلوا، اول لما يسجلوا انت تاخد فلوس، والناس برضو هتنفع وتكسب فلوس. يعني انت مثلا لو عندك واحد صاحبك تقول له هيخش ويسجل، ولو هو دخل، ولو هو لو مثلا انا قلت محمد اشرف دخل سجل، تمام، محمد اشرف دخل سجل ودعا الناس يسجلوا في الموقع ده، انا هاخد ضعف الفلوس عشان اللي قايله الموقع ده، انا هاخد ضعف الفلوس. يعني حاجه خرافيه. لو مش فاهمين مني حاجه، انزلوا شوفوا المقطع، مقطع من قناه علوم تقنيه، صاحب القناه اسمه احمد عبد الجليل، خشوا وشوفوه واشتركوا في قناته واعملوا لايك
ولوجيا، وفجروا الكومنتات بقى حبايبي خالد. تمام، طبعا ما عنديش 75 سبسكرايب بس يعني يلا ماشي، خش عليه وقولوا له احنا جايين من طرف خالد وعايزين مش عارف ايه ومش فاهمين حاجه، شوفوا بيعمل شروحات كتير جدا. مهم، هسيب لكم رابط الموقع تحت، وريت تتابعوني على الانستجرام والفيسبوك، هسيب لكم تحت رابطهم تحت في الديسكريبشن. وهسيب لكم موقع اللي هو كارت ايرن اللي هو ده، هسيب لكم تحت ديسكريبشن، او ما احط لكم صوره كده حطيت لكم الصوره تحت. في موقع تاني بس مش هقول عليكم، مش هقول على اسمه، لو وصلتوا للمقطع ده 10 لايكات بسرعه جدا هنزل فيديو جديد على الموقع ده، بس موقع مش معقد يعني، الربح فيه بصعوبه. كات ايرن ده ممكن تشتري، ما بتسحبش فلوس، لازم تسحب فلوس بس اظن باي بال حاجه كده، المهم تسحب فلوس. لكن الموقع بيقول له اللي انا هقول لكم عليه ده، ده موقع اسمه تقول اسمه شفتوه، بتسحب منه فودافون كاش، فودافون كاش بكل البنوك، بالبايونير، بالبيبال، كل الحاجات دي بقول لكم عليها المره الجايه لو وصلت الفيديو ده 10 لايكات. مهم كده، وصلت الفيديو، ربكم عجبكم، اتمنى تشوفوا تفجير لايكات على المقطع ده عشان دعم غير طبيعي، ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا كومنتات، وتروحوا تشتركوا في قناه عبد الجليل، احمد عبد الجليل، احمد عبد الجليل، بس هحط لكم صوره القناه هنا. يلا سلام. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.